هل يجوز يقول الائتمام خلف إمام يصلي يقول هل يجوز الائتمام خلف إمام يصلي صلاة الفجر وأنا أصلي صلاة غير مجموعة معها؟ إيش؟ وأنا أصلي صلاة أخرى غير مجموعة معها كصلاة الظهر. صلاة الظهر خلف ما يصلي العصر يعني؟ غير مجموعة. ها؟ صلاة غير مجموعة مثل يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي الفجر. والجمعة صلي الجمعة، جمعة فرض الوقت، صلي الجمعة واقضي الصلاة التي فاتتك غيرها. نعم.